الأهلي يبدأ الأهلي بكرة مشوار جديد في رحلة جديدة مع العالمية في كأس العالم الأندية. مشاركة الأهلي السبعة بكرة مشاركة مميزة هنتكلم عنها، وهنتكلم على تاريخ كأس العالم للأندية بشكل عام. لو ما عملت سبسكرايب للقناة اعمل ودوس لايك للفيديو ويلا بينا. خلينا في الاول نقول ان الاهلي بمشاركته السابعه السنه دي في بطوله كاس العالم للانديه بعد سنه 2005 و2006 و2008 و12 و13 و20، السنه دي كمان المشاركه السابعه 2021، قدر الاهلي خلال يحقق الميداليه البرونزيه في انجاز تاريخي ليه وللقاره الافريقيه عامه كاول مره في 2006، وكان كمان حققها في 2020. كاس العالم للانديه بشكل عام بيتكون من سبع فرق أبطال القارات ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وبطل الكونكاكاف وكمان بطل أمريكا الجنوبية. أبطال القارات دي كلها زائد البلد المضيف، فبيكونوا سبع فرق أبطال القارات دي كلها بيمثلوا بطولة بتبقى غالبا من ماتش واحد أو ماتشين بنظام خروج المغلوب. لكن لو بصينا لكأس العالم بشكل عام هنلاقي إن هداف كأس العالم للأندية كالعادة طبعا محطم الأرقام القياسية كلها هو رونالدو بسبع أهداف، بيجي وراه كمان ميسي وسواريز بخمس اهداف، وبيجي بعديهم ابو تريكا باربع اهداف. هنلاقي كمان ان اكتر لاعب سجل اهداف في بطوله واحده كان هو سواريز، لان الخمس اهداف بتوعه سجلهم في مشاركه واحده بس. هنلاقي كمان ان اكتر لاعب مشاركه في مباريات كاس العالم للانديه هو النجم المصري ومدير الكره في المنتخب حاليا كابتن وائل جمعه. لو بصينا كمان هنلاقي ان اللاعب الوحيد اللي احرز تقريبا هاتريك في البطوله كلها هو رونالدو كالعاده. ولكن خلينا بقى نتكلم عن ماتش بكره بعد الارقام دي كلها، وعن مشاركه الاهلي الثانيه على التوالي لثالث مره، بيشارك مرتين على التوالي بعد 2005 و2006، وكمان شارك 12 و13 وادي 20 و21. مش جديده على الاهلي، ولكن الجديد السنه دي ان الاهلي داخل تقريبا بدون تشكيلته الاساسيه باستثناء لاعب او اثنين. الاهلي بكره اعتقد هيلعب بالتشكيله المتاحه، مش المثاليه ولكن المتاحه، لان اللعيبه اغلبها ما بين الاصابات وما بين اللعيبه اللي هتلعب النهائي مع المنتخب يوم الاحد طبعا بنتمنى لهم التوفيق. هيتكلم في علي لطفي في حراسه المرمى، قدامه اثنين في خط الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وان كنت انا قلقان جدا من رامي ربيعه. على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال علي معلول، قصادهم اثنين في نص الملعب اليو ديانج واحمد عبد القادر، قصاد ثلاثه قدام ميكيسوني على الشمال، قفشه في النص، وعلى اليمين حسين الشحات قصاد مهاجم احنا هنعتبره مهاجم ويمكن يكتشف نفسه في المكان ده طاهر محمد طاهر. هي موسيماني ما عندوش خيارات تانية بره الجديد دي الا لو حب يالف بقى يزق حد من الناشئين بتاع، حتى عمار حمدي اللي كان ممكن يعتمد عليه في نص الملعب اتصاب. ولكن الحقيقه الاهلي بيعاني من سوء حظ كبير جدا قبل البطوله دي. تعودنا من الاهلي ان الاهلي بمن حضر، تعودنا من الاهلي ان هو ما بتفرقش معاه قوي الاسماء اللي موجوده. الاهلي داخل البطوله دي باللعيبه دي ما عليهوش اي ضغوطات، لو اتغلب حتى لو اتغلب كتير هنقول ان اغلب اللعيبه مع المنتخب، وده الطبيعي وده المنطقي. انت رايح بلعيبه تقريبا الفرقه تقريبا كلها باستثناء ثلاث لعيبه بس اول مره يشاركوا في كاس العالم للانديه، اغلبهم سن صغير، فمفيش الخبره اللي تسد قصاد فريق زي مونتيري فريق المكسيكي القوي جدا. ولكن بكره لقاء للتاريخ، يعني انا شايفه لو الاهلي حقق مفاجاه وقدر يعدي من مونتيري بالتشكيله اللي احنا قلناها دي هيبقى فعلا انجاز تاريخي. لو ما قدرش خلاص، يعني هي مشاركه الظروف اللي حطيتنا فيها بالشكل ده هتكون درس يتعلمه وخبره تكتسبه اللعيبه دي جديده. الحقيقه انا شايف ان موسيماني بكره لازم يقفل ويطمع مونتيري في اللقاء ويقفل ورا كويس جدا، لكن للاسف مش هقدر اقول لك يلعب بتلاته، ما عندوش ثلاثه في نص الملعب اصلا، يعني ده يمكن احمد عبد القادر هو زقه ورا كده يعني بالحب يعني عشان يبقى تاني في نص الملعب. ولكن لازم يلعب بخطه دفاعيه قصاد فريق قوي، واحنا بنلعب بفريق صغير في السن، ويلعب على فكره المرتدات والسرعات اللي عندك ميكيسوني وعبد القادر في نقل الهجمه. الحقيقه عبد القادر مميز جدا في الموضوع ده، انه ياخد الفريق من ورا لقدام. سرعه حسين الشحات لما بيزيد، وحسين الشحات دايما هو في كاس العالم للانديه هو كيف عنده يلعب حلو، يعني انت ممكن حسين الشحات يبقى طول السنه زي الزفت، في كاس العالم للانديه بتبقى قصه ثانيه لحسين، يعني موضوع مختلف. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يعمله الاهلي بكره في افتتاح مباريات الاهلي في كاس العالم للانديه. ان شاء الله بكره هيكون الماتش الساعه 6:30. كل التوفيق للاهلي طبعا، بنتمنى له
ان يحقق نتيجه تاريخيه بالفريق ده ويفوز لاول مره. يمكن حتى الفريق الكبير السنين اللي فاتت قابلنا مونتيري المكسيكي مرتين خسرنا منه، من ضمنها كانت خساره كبيره جدا 5-1. خلينا نشوف شباب الاهلي هيعملوا ايه بكره، او اللعيبه اللي مش عايزين نقول شباب لان هم برضو لعيبه الفريق الكبير، بس بودله الاهلي ممكن يعملوا ايه بكره؟ هل زي ما احنا تعودنا على الاهلي بمن حضر، ولا هيكون ليهم راي تاني؟ ده كان فيديو سريع كده وخفيف عن تاريخ كاس العالم بشكل عام وعن تاريخ الاهلي جوه كاس العالم. الاهلي بالمناسبه هو بقى اكتر فريق مشاركه في كاس العالم للانديه بسبع مشاركات مساويه مع اوكلاند سيتي. استنى نشوف الماتش بكره يحصل فيه ايه ونتقابل بعد الماتش. سلام.